جسم الاستراحة مثل الكبد بعد الجلوس أو قبل الجلوس. الأخ يسأل عن جلسة الاستراحة ومتى يكبر. أولا جلسة الاستراحة السنة على الصحيح لحديث مالك بن الحويرث في البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. وأسعد الناس بالعمل بهذا الحديث هم الشافعية، فإنهم يقولون بجلسة الاستراحة. ذكر النووي في المجموع لأنه ينبغي لأن لا يغتر بمن يتركه ويتساهل فيها، فإن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد ولكنه معلول. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة، وفي آخر حياته رجع عن هذا القول وصار إلى ما صار إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والعجيب مع أن الإمام أحمد رجع واللفظ عنه صريح والرواية ثابتة، إلا أن أصحاب الإمام أحمد لا يقولون بهذا، بل قل منهم من يعرف هذه الرواية مع أنها معروفة في الحقيقة ومشهورة، لكن لا يتبنون ولا يقولون بها فلم تشتهر. فأصبح المشهور عند الحنابلة الآن هو منع جلسة الاستراحة، وكان مفروضا أن تكون هو سنية جلسة الاستراحة عند الحنابلة، لأن أحمد صرح بأنه رجع وأنه رجع إلى هذا القول. وأما موطن التكبير فالأصل في ذلك أن تكبر حين الجلوس، لأن التكبير يكون بين الرفع وبين الجلوس، هذا الأصل. فمن كان منفردا فلا إشكال حين يفعل هذا، وإن كان مأموما فإنه لا إشكال حين يفعل هذا. الإشكالية في الإمام حين يفعل هذا والناس خلفه، فإن قد يقومون وهو جالس، وقد يظنونه قد سهى فيضج المسجد تسبيحا، فبإمكان الإمام يراعي لأن مثلا ما فيها نص واضح فيجلس ثم إذا نهض كبر. لكن الحديث الوارد في الصحيحين يكبر حين يهوي كبر حين يرفع، ظهر الحديث أن التكبير حين الرفع، هذا لفظ الصحيحين. ويجتهد الإمام فيه يعلم الجماعة بأن هذه سنة حتى لا يسابقوه. وهذه الجلسة خفيفة جدا، والدليل على خفتها أنه ليس فيها ذكر ولم يشرع فيها تسبيح ولا غيره. ولذا قال مالك بن حويرث لم ينهض حتى يستوي جالسا، لم ينهض حتى يستوي جالسا، فعلم أن الظاهر أنه إذا استوى جالسا نهض. والذين لا يقولون بهذه الجلسة كثيرون، بل قد نستطيع أن نقول بأنهم الأكثر، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة وقت الكبر، ولذلك يقولون لم ينقلها غير مالك بن الحويرث. وهذا ضعيف، لأن احنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 63، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30، وحنا نرى الآن أبناء الستينات ينهضون دون أن يعتمدوا على أيديهم، مع أن قوتهم لا يمكن تقارن بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم أن هذا ليس لأجل الكبر. إضافة إلى هذا أن مالك بن الحويرث الذي نقل لنا هذه الصفة هو بالإسناد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك الحويرث هو الذي روى لنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. الإسناد واحد
والنقل من واحد والسفرة في واحدة وفي العمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلس استراحة هو الوقت الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما فهم مالك بن حويرث من قول صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به، ولا أن فعل جلس استراحة من أجل الكبر، لأن مالك بن حويرث حين نقل جلس استراحة نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يؤكد القول لأن جلسة الاستراحة سنة وهي غير مختصة بالكبير.